كوليسترول اللي شلنا منه هيدروجين عند الكربون رقم 7
بسموه 7 ده دي هيدروكلوريك. هيدرو، دي يعني ديليت يعني بشيل، هيدرو هيدروجين كوليسترول، يعني الكوليسترول اللي شلنا منه هيدروجين عند الكربون رقم 7. ال7 دي هيدرو كوليسترول اللي هو المركب ده كان بيطلع بعد كده ويسيب الليفر ويمشي في الدم لحد ما يروح تحت تحت الجلد. السكن تحت السكن بنتعرض للالترا فايولت ريز، اشعه الشمس. الالترا فايولت ريز كانت بتعمل ايه بقى في السبعه دي هيدرو كوليسترول؟ كانت بتروح كسر الرابطه دي وتروح موقفاها في المخ، المنظر ده كده. ده كده بقى فيتامين دي 3 اللي احنا بنسميه بولي كالسيفيرول. لو فيتامين دي 3 علشان يتصنع الخطوات بتاعته كانت كالتالي. اول حاجه كوليسترول كان بيروح في الليفر، وفي الليفر يحصل له هناك عمليه اكسده، واكسده يعني ازاله هيدروجين. كنا بنشيل هيدروجين اللي عند الكربونه 7 وعند 8 ونحط ما بينهم دبل بوند، ده اسمه 7 دي هيدرو كوليسترول. اللي كان بيلف في الدم ويروح تحت الجلد اندر ذا سكن مع التعرض للالترا فايولت ريز اشعه الشمس، قلنا الرابطه دي كانت بتتكسر وتقف كده جنب اختها، كان بيبقى اسمه فيتامين دي 3 او كولي كالسيفيرول. طب المركب ده اللي هو فيتامين دي 3 ايه اللي بيفرقه عن فيتامين دي 2؟ ده موجود عندنا احنا صح؟ يعني في الهيومن وفي الانيمال، في الجسم البشري وفي الحيوانات. ولكن الخميره بقى والفنجاي اللي هم الفطريات مفيش فيهم السبعه ده هيدرو كوليسترول ده. ده فيهم حاجه شبه اسمها ارجوستيرون، وخدناها برضه في فصل الليبت كان باراجراف كده 5 6 سطور شرحناها فيه. قلنا الارجوستيرون ده مركب كان شبه السبعه ده هيدرو كوليسترول، بس كان فارق عنه ايه؟ حاجتين اتنين. بص معايا كده، شايف الدبل بوند دي والسي اتش 3 دي. الحاجتين دول لما يتحطوا على السبعه دي هيدرو كوليسترول بقى ساعتها اسمه ايه؟ ارجوستيرول. لو حصل وانا خدت اكل فيه ارجوستيرول، اكل فيه خميره، ساعتها الارجوستيرول دي يحصل لها امتصاص في الجسم، لف في الدم، تروح تحت الجلد، نفس الكلام بالظبط. مع التعرض للالترا فايولت ريز الرابطه دي بتتكسر. ماشي؟ ادي السي اتش 3 بتاعتنا وادي الدبل بوند. ساعتها بيتحول الارجوستيرول الى مركب اسمه ايركو كالسيفيرول اللي هو بقى فيتامين مين؟ فيتامين دي 2. يبقى الفرق بين فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3 هو حاجه واحده بس، هي نفس الرسم ونفس كل حاجه، بس لو حطينا سي اتش 3 وحطينا الدبل بوند دي، ده كده بقى اسمه ايركو كالسيفيرول او فيتامين دي 2. لو شلناهم بقى فيتامين دي 3 او اللي اسمه كولي كالسيفيرول، خلاص؟ وبناء عليه انا عندي دلوقتي مصدرين اتنين هتكلم عنهم. يا اما المصدر اللي جوه الجسم اللي هو الشكل ده اللي هو السبعه دي هيدرو كوليسترول، مش ده كان المصدر بتاعه؟ طب احنا اتفقنا المصدر بتاع الفيتامين، السورس بتاعه، الماده الخام بتاعته كنا بنسميها برو فيتامين، تمام. عشان كده السبعه دي هيدرو كوليسترول ده بنسميه برو فيتامين. كلمة برو يعني ما قبل، فيتامين يعني ما قبل الفيتامين، المادة اللي قبل الفيتامين، المادة الخام بتاعت الفيتامين. فدي أول سورس عندي، يا إما 7 دي هيدرو كوليسترول اللي هو البرو فيتامين بتاع الفيتامين ده، أو الإيركوستيرول زي ما اتفقنا اللي موجود في الخميرة وموجود فين؟ موجود في الفنجاي في الفطريات. دول اسمهم برو فيتامين، لأنه لما بيخشوا جوه الجسم بيتحولوا بعد كده إلى فيتامين دي. طب ما أنا ممكن آخد فيتامين دي نفسه في الأكل. ايه الاكل اللي غني بفيتامين دي؟ الاكل اللي غني بفيتامين دي انيمال سورس، واكتب اي حاجه تطلع صح، ليفر ميت ايه كل ده مظبوط، ماشي؟ بس الحاجه المميزه بفيتامين دي 3 ان احنا بنلاقيه في الاويلز، في الزيوت المستخلصه من الاسماك. مفيش اويل زيت السمك، الكود ليفر اويل، زيت الكود. ولو كمان ان الزيوت بتاعت الاسماك دي اكتر زيوت او اكتر اماكن غنيه بفيتامين دي. عشان كده بتوع شركات الادويه لما بيحبوا يصنعوا فيتامين دي ويلعبوه حقن بيجيبوه من الزيوت دي، لان ده اكتر مكان غني بمين؟ بفيتامين دي. يبقى اي دراج بريبريشن، اي مواد او ادويه فيها فيتامين دي لما بنصنعها بنصنعها من الفيش اويل والكود ده والكود ده، خلاص يا شباب؟ بس في معلومه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، فيتامين دي دايما بيرتبط بالكالسيوم، ووظيفته زي ما هنشرحها دلوقتي في كل شربه على الكالسيوم وعلى العظم. فده من السؤال اللي بيجي في الامتحان، لان في مخيلتك ان اللبن هو اكتر حاجه غنيه بالكالسيوم، فاكيد غني بفيتامين دي، لان اللبن بور سورس لفيتامين دي. اللبن غني بالكالسيوم ولكنه فقير لفيتامين دي، ده سؤال ام سي كيو دايما بيحبوا يجيبوه عشان ما تتلخبطوا فيه. انا دايما في مخيلتك ان اللبن ده غني بالكالسيوم يبقى اكيد اللبن غني بفيتامين دي، لا، هو لبن غني بالكالسيوم اه،
ولكن اللبن مور سورس من مين؟ فيتامين دي. خلاص؟ لما احب نتكلم عن السورس انا عندي منطقتين عايز اتكلم فيه، يبقى فيتامين دي ممكن يكون موجود في صوره برو فيتامين، يعني الماده الخام بتاعته اللي بتروح بعد كده تحت الجلد مع تعرض الالترا فايلت ريز تتحول لفيتامين دي. الماده الخام دي سميناها 7 ديهايدرو كوليسترول، ولكن بتصنع ازاي؟ 7 ديهايدرو كوليسترول بيروح تحت الجلد مع تعرض اشعه الشمس يتحول الى كولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3. طب الكولي كالسيفيرول هو فيتامين دي 3، انا ممكن اخده زي ما هو كده جاهز في الاكل، قلنا اخده فين؟ انيمال سورس، موجود في انيمال سورس، موجود في الاويلز الزيوت المستخلصه من الاسماك زي الفيش اويل والكود ليفر اويل، اما الملك فهو بور سورس للفيتامين دي. نبدا نتكلم في الكلام المهم. فيتامين دي خلاص عرفت ان انا خدته في الاكل، حاول صنع في الليفر بالدستور اللي احنا قلناه ده. فيتامين دي المفروض دلوقتي ان هو يروح يشتغل. فيتامين دي 3 اللي هو كولي كالسيفيرول، هل دلوقتي بصوته دي يقدر يروح يعمل الوظائف بتاعته في الجسم اللي هنشرحها كمان شويه؟ قال لك لا، لان فيتامين دي ده ان اكتف. طب ازاي فيتامين دي بيحصل له اكتيفيشن؟ ازاي بيتنشط؟ فيتامين دي بيتنشط في مكانين اثنين، بعد ما بيتكون تحت الجلد بيروح رايح في الليفر، ياخد قماش في الليفر عند الكربونه دي اللي هي رقم 25. طيب الانزيم اللي بيحط او اتش بنسميه اوكسيديز ولا هيدروكسيديز؟ هيدروكسيديز صح؟ طب هو حط او اتش عند الكربونه رقم كام؟ 25. يبقى انزيم اسمه 25 هيدروكسيديز صح؟ ادي اول خطوه عشان انشط فيتامين د، يروح في الليفر والليفر هناك يحط او اتش عند الكربونه رقم كام؟ 25. بعد كده يسيب الليفر ويلف في الدم ويروح عند الكدني، هناك في الكدني الكدني تروح مدياله او اتش عند الكربونه رقم واحد، يبقى الانزيم اسمه واحد هيدروكسيديز انزايم، يعني الانزيم اللي بيحط او اتش عند الكربونه رقم واحد. الكلام ده حصل فين؟ في الكدني. يبقى انا عشان انشط فيتامين د ببعته مكانين اثنين، اول مكان الليفر، ثاني مكان في الكدني. في الليفر بياخد او اتش بتتحط عند الكربونه رقم 25، في الكدني بياخد او اتش بتتحط عند الكربونه رقم واحد. اصبح اسمه ايه المركب ده؟ اسمه كولي كالسيفيرول، في اثنين او اتش، واحده عند واحد واحده عند 25، يعني اسميه واحد و25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. ده الاكتر فورم الفيتامين دي، اسمه واحد و25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول، بس الاسم ده طويل قوي فهنديله مختصر. اسمه مختصر، ايه الاسم المختصر مكان الكلام ده كله؟ هنديله اسم كالسيترايول. يبقى ايه هو الكالسيترايول؟ ده الاكتف فورم فيتامين بي. يبقى عندي فيتامين دي دلوقتي في شكلين اثنين، يا اما فيتامين دي 3 اللي هو الماده الخام بتاعه اللي هو الكولي كالسيترول وده الاكتف، يا اما احط على كولي كالسيترول اثنين او اتش، واحده عند الكربونه 25 واحده عند الكربونه 1، بقى اسمه 1 و25 داي هيدروكسي كولي كالسيترول اللي احنا بنسميه كالسيترايول. يبقى الكالسيترايول هو ده الاكتف فورم من فيتامين دي. السؤال ده يطرح نفسه بعد كده، ازاي بقى بيشتغل؟ احنا عرفنا التركيب بتاعه وعرفنا ان الاكتف فورم اسمها كالسيترايول. ازاي الكالسيترايول بيروح يشتغل على خلايا الجسم؟ اتصل معايا كده؟ هنقول مع بعض ان في كده خلايا من خلايا الجسم. والخلية دي جواها نيورون. دي أنهي خلية تحديدا؟ دي خلية الانتستين الفاينال سيل. جوه الخلية في نيوكلاس، وجوه النيوكلاس في عندنا شريط الدي ان ايه. شريط الدي ان ايه بيشيل مجموعة من الجينات زي ما احنا عارفين، كل جين بيبقى شال الشفرة الوراثية لبروتين معين. زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده في فصل البروتين، ان اي بروتين في جسمنا او اي انزيم او اي هرمون علشان يتصنع بيتصنع منين؟ من على الدي ان ايه، لازم يكون له جين، الجين ده لما ترجمه اصنع البروتين اللي انا عاوزه. فانا دلوقتي بتكلم ان دي خليه الانتستين، دي خليه الامعاء.
وادي شريط الدي ان ايه. الكالسيترايول بقى اللي هو الاكتف فورم للفيتامين دي بيدخل جوه خليه الانتستين، ادي الكالسيترايول. اول ما بيدخل بيلاقي ريسبتور مستنيه، بيلاقي مستقبل. اسمه ايه الريسبتور ده؟ اسمه فيتامين دي ريسبتور، يعني الريسبتور بتاع فيتامين دي. يروح جاي الكالسيترايول ماسك مع الريسبتور بتاعه ويعمل كالسيترايول ريسبتور كومبلكس. بعد كده الريسبتور الكالسيترايول يدخل على الدي ان ايه، يقعد يدور في الجينات اللي موجوده على الدي ان ايه لحد ما يلاقي الجين اللي انا بديله لون اسود ده. ايه الجين ده بقى؟ ده جين لما هيترجم لقيناه شايل الشفره الوراثيه بتاع البروتين اسمه كالسيوم بايندينج بروتين. ايه رايكم في الاسم؟ يعني البروتين اللي بيمسك فين؟ الكالسيوم. فيقول لك اول ما الكالسيترايول يمسك في الريسبتور بتاعه ويدخل جوه النيوكلاس ويلاقي الجين ده، يروح جاي واقف عند راس الجين كده، عند مقدمه الجين. في تكامل كده من الدي ان ايه، هنبقى ناخد تفاصيله في فصل النيوكلير بيولوجي، هي موجود عند بدايه كل جين. التتابع ده لو كانت حاجه مسكت فيه تروح مزودها الترانسكريبشن بتاع الجين ده على طول. ترانسكريبشن يعني عمليه النسخ. فاول ما الريسبتور والهرمون الكالسيترايول يمسكوا في الحته دي فوق الجين، يروح الجين ده على طول يحصل له عمليه ترانسكريبشن، يعني عمليه نسخ. ترانسكريبشن يعني تكوين ام ار ان ايه. الام ار ان ايه بعد ما بيتكون يروح ساب النيوكلاس وخارج، يلاقي مين بره مستنيه؟ الريبوسوم، عشان تعمل بعد الترانسكريبشن عمليه ترانسليشن اللي هي الترجمه، نترجم شريط الام ار ان ايه ونصنع البروتين بتاعنا اللي هو الكالسيوم بايندنج بروتين. بص بقى معايا، دي خليه انتستين، خليه امعاء صح؟ وادي تجويف الامعاء اهو، وحضرتك جاي تاخد اكل بيحتوي على الكالسيوم. الكالسيوم نازل في تجويف الامعاء، يجي فيتامين دي يدخل جوه خليه الانتستين يلاقي الريسبتور بتاعه، يمسك في الريسبتور ويكون فيتامين دي ريسبتور كومبلكس، ياخد الريسبتور ويخش جوه النيوكلاس يلاقي الجين بتاع الكالسيوم بايندنج بروتين، يروح ماسك عند مقدمه الجين فيزود الترانسكريبشن بتاع الجين، يحصل ترانسكريبشن وبعد الترانسكريبشن ترانسليشن فيصنع عندنا الكالسيوم بايندنج بروتين، يقف كده عند السيل ممبرين بتاع خلايا الانتستين، يلاقي الكالسيوم ماشي في الاف، يروح واخده وعمل له عمليه ابزوربشن امتصاص. نفس الكلام هيحصل في الكدني بنفس الرسمه، مش هشيلها. بيروح فيتامين دي على خلايا الكدني. ادي بقى خلايا الكدني، وهنا بقى مش تجويف الامعاء، هنا اليورين نازل. اليورين نازل وفيه كالسيوم. يروح فيتامين دي رايح على خلايا الكدني ويلاقي الريسبتور بتاعه مستنيه، يمسك فيه ويخش جوه النيوكلس يلاقي الجين بتاع مين؟ كالسيوم بايندنج بروتين، يمسك في حته في مقدمه الجين يقوم يزود الترانسكريبشن بتاع الجين ده، فيصنع لنا البروتين اللي اسمه كالسيوم بايندنج بروتين، يقف على السيل ممبرين بتاع الخلية، يلاقي الكالسيوم نازل في اليورين يروح ماسكه ويرجعه تاني في الدم. اسميها المره دي ابزوربشن ولا ري ابزوربشن؟ يبقى اذا فيتامين دي مهم عشان يظبط الكالسيوم في الدم او يعنيه في الدم بطريقتين، ابزوربشن من الانتستين وري ابزوربشن منين؟ من الكلى. تمام؟ ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن اوف فيتامين دي. معلومه مهمه جدا خلي بالكم منها. دلوقتي فيتامين دي لما دخل جوه الخليه واشتغل بالطريقه دي، الطريقه دي نفس الطريقه اللي بيشتغل بيها الاسترويد هرمون. يعني الكورتيزون لو كنت تبص على شغله بيشتغل بنفس الطريقه، يخش جوه الخليه ويلاقي ريسبتور يمسك فيه، ويخش جوه النيوكلاس ويزود الترانسكريبشن بتاع الجين. فلان فيتامين دي بيشتغل بطريقه نفس طريقه الهرمونات، عشان كده في بعض الكتب اعتبرت ان الكالسيترايول ده اللي هو فيتامين دي اعتبروه ايه؟ هرمون. عشان كده ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ليه كالسيترايول is considered as a hormone؟ ليه بنعتبره هرمون؟ قالوا ساعتها ان عاوز اكتب له الميكانيزم اوف اكشن، قلت له بقى لان الميكانيزم اوف اكشن بتاعه لايك ذا اكشن اوف هرمون، شبه الاكشن بتاع الهرمونات انه بيعمل كذا 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 كذا. عشان كده عايزك تكتب الميكانيزم اوف اكشن تدي السؤال كده. سؤال بطريقه ثانيه، ممكن يجي لك اتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن بتاع فيتامين دي
وممكن يجي لك سؤال كده واي كالسي تريول از كونسيدر از هرمون. ليه احنا بنعتبره هرمون؟ هجيب فيها الميكانيزم والفاكشن بتاع الكالسي تريول. فيتامين دي يروح على خلايا السيستم خليها تزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم، ويروح على خلايا الكدني بيخليها تزود الري ابزوربشن كالسيوم. الكالسيوم بتاعنا واحد كالسيوم ترايول اللي هو الاكتف فورم فيتامين دي بيدخل جوه خلايا سواء الانتستين او الكدني يلاقي ريسبتور مستنيه يمسك فيه. ريسبتور اسمه فيتامين دي ريسبتور، يعمل كالسيوم ترايول ريسبتور كومبلكس، الكومبلكس كله بيخش جوه النيوكلاس يدور في الجينات اللي على دي ان ايه لحد ما يلاقي الجين اللي هو عايزه اللي هو الجين اللي لما يترجم يديني كالسيوم بايندنج بروتين، يروح جاي الريسبتور مع الكالسيوم ترايون ماسك في الحته دي على دي ان ايه ويزود الترانسكريبشن بتاع الجين. الجين ده لما يترجم يديني بعد كده كالسيوم بايندنج بروتين يقع على السيرفيس بتاع السيرفيس بليد من بره كده مستني الكالسيوم سواء في نافوذ الامعاء ينزل في الماتيريال يعمل له ابزوربشن او ينزل في اليورين في الكبد عشان يعمل له ري ابزوربشن. مش كده وبس، فيتامين دي بعد ما بيعمل الابزوربشن الكالسيوم يعني بعد ما بيزود الكالسيوم في الدم فيتامين دي بيساعد في عمليه ترسيب الكالسيوم على العظم اللي احنا بنسميها مينراليزيشن اوف بون، يعني بحط المينرال او المعادن على البون. فيتامين دي يا احمد يزود امتصاص الكالسيوم في الامعاء وبيزود الري ابزوربشن اوف كالسيوم من الكدني فيعالج الكالسيوم في الدم. مش كده وبس، ده بياخد الكالسيوم من الدم كمان ويحطه فين؟ يحطه على العظم، يعمل مينراليزيشن اوف بون. هي دي وظيفه فيتامين دي. بس في معلومه اخيره قالها في الوظيفه، قال ان كل حاجه بتزيد عن حدها بتقبض الضعف. فيتامين دي المفروض ان هو بيحط الكالسيوم على البون صح؟ الا انه لو اتاخد في كميات كبيره وحصل بقى هايبر فيتامينوزيس دي يعني كميه فيتامين دي زادت قوي في الجسم ساعتها مش بيحط الكالسيوم على البون، ده ساعتها لو ان فيتامين دي بينشط الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست بتعمل ايه في الكالسيوم؟ تاكله، هتاكل البون فما يحصلش بقى مينراليزيشن، يحصل العكس اللي بنسميها دي مينراليزيشن. تمام؟ فيتامين دي بالجرعات الطبيعيه بتاعته المفروض ان هو بياخد الكالسيوم ويحطه على البون، يعني بيعمل مينراليزيشن اوف بون. لكن لو اتاخد بكميات زايده قوي بيعمل العكس، بياخد البون من على العظم لانه بينشط الاوستيوبلاست فبيعمل حاجه اسمها دي مينراليزيشن اوف بون، يعني بيشيل المينرالز او بيشيل الكالسيوم من البون. خلي بالكم بقى من حاجه مهمه جدا وانتوا بتذاكروا، فيتامين دي لحد السنه اللي فاتت كنا بنقول الوظائف بتاعته الكلام اللي احنا قلناه ده. فيتامين دي اهم وظائف له الكلاسيكال فانكشن، الوظائف العاديه اللي احنا عارفينها ان هو بيمتص الكالسيوم في الامعاء ومن الكدني وبيحط الكالسيوم على البول بس بالميكانيزم اللي احنا شرحناه. في كلام جديد، في كلام جديد دكتور عاطف اضافه وكلام كويس جدا على فكره، الكلام ده فعلا كان جديد اللي قالوا ايه؟ كان جديد اللي قال قالوا في الكتاب قال ان فيتامين دي مش هي بس الوظائف اللي احنا عارفينها عنه دي وخلاص، ده فيتامين دي لو ان له وظائف كتير تانية احنا ما نعرفهاش، في نون كلاسيكال فانكشنز وظائف بقى غير تقليديه. لان هم لو الريسبتور بتاع فيتامين دي ده مش موجود بس في الانتستين وفي الكبد، ده
فاكتشفوا ان الريسبتور ده موجود في خلايا البيتا سيل والبنكرياس، الخلايا اللي بتطلع انسولين، ده موجود في الهيباتوسايت اللي هي خلايا الكبد، لو انها موجوده في الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست لو انها موجوده في الباراثايرويد جلاند، ده موجود في خلايا كتير جدا. معنى كده ان فيتامين دي بيشتغل بس على الانتستين والكبدي ولا بيشتغل على حاجات تانية كتير؟ حاجات تانية كتير جدا. من ضمن الوظائف الجديده اللي لما جم يركزوا بقى مع فيتامين دي لقوها، لو ان فيتامين دي ممكن يكون له انتي هايبرتنسيف افكت. هايبرتنشن يعني ضغط عالي صح؟ يبقى انتي هايبرتنشن يعني هيوطي ضغط. لو الموجود في البنكرياس بيحسن وظائف البنكرياس ويخليه يطلع انسولين، عشان كده له هايبوغلايسيميك افكت، يعني بيعمل ايه في الجلوكوز؟ بيقلله. فكده لقوا ان ممكن فيتامين دي يستخدمه في علاج الدايبيتس. ده مش كده وبس، ده لقوا كمان ان هو بيقلل الانسولين ريسيستنس، او اللي احنا ممكن نقولها بطريقه ثانيه بيزود الانسولين سنسيتيفيتي. يعني ايه؟ يعني بيقلل الانسولين ريسيستنس او بيزود الانسولين سنسيتيفيتي. مرض الدايابيتس او مرض السكر، ضغط السكر معروف، ده شخص البنكرياس بتاعه مش شغال ما بيطلعش انسولين، عشان كده مفيش انسولين في الجسم صح؟ هي فايده الانسولين ايه؟ بيخلي الجسم يحرق الجلوكوز. معنى ان مفيش انسولين يبقى الجسم هيعرف يحرق الجلوكوز، يبقى الجلوكوز يعلى في الدم. في بقى مرض تاني، العيان الجلوكوز بيعلى عنده في الدم على الرغم ان هو ما عندوش مرض السكر، ما عندوش نقص في الانسولين، امال عنده ايه؟ المفروض ان البنكرياس بيطلع الانسولين، والانسولين يروح يشتغل على خلايا الجسم، ادي خلايا الجسم. بيروح الانسولين يلاقي الخليه فيها ريسبتور مستنيه، يروح جاي الانسولين ماسك في الريسبتور ده عشان يشتغل عليه، ده اللي المفروض يحصل. في حاجة بقى اسمها انسولين ريسيستنس، لما تيجي انت تبص للكلمة، يعني في مقاومة لمين؟ للانسولين، يعني خلايا الجسم ما بتستجبش للانسولين، البنكرياس يعمل اللي عليه ويطلع الانسولين، بس الانسولين يروح لخلايا الجسم ما يلاقيش ليه موجود الريسبتور، يشتغل كأنه بالظبط الشخص ده ما عندوش انسولين. ما الخلايا ما شافتش انسولين، يبقى كده الخلايا هتعرف تاخد الجلوكوز بتاعها. طب الجلوكوز يحصل له ايه؟ يعلى في الدم، يبقى على الرغم ان الشخص عنده انسولين الا انه مش عارف يحرق الجلوكوز والجلوكوز برضه عنده عالي. السبب في كده مش مشكله في البنكرياس، ده السبب في كده مشكله فين؟ في الخلايا نفسها، الريسبتور اللي مش موجود اللي احنا بنسميه انسولين ريسبتور. هم لقوا بقى ان فيتامين دي بيروح على خلايا الجسم ويخلوها تصنع الريسبتور ده. يعني بيعمل ايه في الانسولين سيستم؟ بيقلله صح؟ او نقدر نقول بيزود الانسولين سنسيتيفيتي، يعني بيزود حساسيه الخلايا لمين؟ للانسولين، بيخليها تستجيب للانسولين لانه بيخليها تصنع الريسبتور بتاع الانسولين. ده غير طبعا انه بيروح على خلايا البنكرياس وبيخلي خلايا البنكرياس تطلع الانسولين. عشان كده فيتامين دي لو نوع من الحاجات اللي ممكن يستعملوها في علاج الدايابيتس، علاج مرض السكر، او زي ما اتفقنا علاج الانسولين ريسيستنس. تاني حته الانسولين ريسيستنس، بقول الانسولين بيخرج من البنكرياس عشان يشتغل على خلايا الجسم. المفروض الانسولين لما يروح يشتغل على الخليه ليها الريسبتور بتاعه موجود. في حاجه اسمها انسولين ريسيستنس، الريسبتور ده مش موجود. يجي الانسولين يشتغل على الخليه، في ريسبتور موجود؟ يعرف يشتغل؟ كان الانسولين ما طلعش. كانه مش موجود بالظبط. هو ايه دور الانسولين؟ بيخلي الخلايا تاخد الجلوكوز من الدم وتحرقه، فالجلوكوز يقل. هو انا دلوقتي الانسولين طلع بس راح للخليه عشان يخليها تاخد الجلوكوز، ما عرفش يشتغل عليها، ما لقاش الريسبتور بتاعه. يعني لقى في ريسيستنس، في مقاومه، الخليه ما استجابتش له. وبالتالي كان الانسولين ده مش موجود، عيان عنده انسولين بس مش مستفيد بيه. وبالتالي الخليه مش هتعرف تاخد الجلوكوز، فالجلوكوز دي على الدم. فيتامين دي بيقلل الريسيستنس دي، ازاي؟ ان هو بيروح للخلايا وبيخليها تصنع الريسبتور. ولما الريسبتور يتصنع بقى في ريسيستنس، ما الريسبتور بقى موجود. يعني معنى كده ان الخلايا بتستجيب ولا ما بتستجيبش؟ هتستجيب بعد ما تدي العيان فيتامين دي. ففيتامين دي بيقلل الانسولين ريسيستنس، او اللي احنا ممكن نقولها بطريقه ثانيه بيزود الانسولين سنسيتيفيتي، يعني بيزود حساسيه الخلايا لمين؟ للانسولين. الهوم يعني ايه؟ بيزود الانسولين. يعني لما نقول عيان في البروف يتحسن، يعني المرض ده عنده؟
الدكاتره على العيانين بيقولوا لي ايه في حد
جسمنا بيكون اجسام مضاده ضد المفاصل بتاعته. المرض اللي بعده اسمه ايه؟ سيستميك لوبس. طب من اسمه كده سيستميك، واضح كده ان الاجسام المضاده اللي بتتكون بتبقى ضد اورجان معين ولا ضد الجسم كله؟ ضد الجسم كله. السيستميك لوبس ده مرض مناعي بيتكون فيه انتي بوديز ولكنها اجينست كل الاورجنز. عشان كده الشخص ده اللي عنده سيستميك لوبس من ضمن المشاكل بتاعته ممكن يجيلك باي حاجه في العياده، مشاكل في الرئه، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في عينه، مشاكل في الجلد، في السكين، لان كل السيستمز بتاعته ممكن تتضرر. المرض الاخير المالتيبل سكليروزس. ايه المالتيبل سكليروزس؟ ده برضه مرض مناعي وبرضه فيه اجسام مضاده بس بتضرب السنترال نيرفس سيستم، بتضرب الجهاز العصبي. اما طبعا النقطه رقم 4 اللي هو الدايبيتس، زي ما اتفقنا ان فيتامين دي بيزود الانسولين سكريشن، بيخلي خلايا البنكرياس يخليها تطلع انسولين بزياده، وزي ما اتفقنا بيقلل الانسولين ريسيستنس. مالتيبل سكليروسيس هو مرض مناعي في انتي بوديز بتضرب العصب. احنا عرفنا دلوقتي ان فيتامين دي في عندي حاجه اسمها كلاسيكال فانكشن وفي حاجه اسمها نون كلاسيكال فانكشن. الوظائف الكلاسيكال اللي احنا عارفينها ان هو بيمتص الكالسيوم من الامعاء، بيعيد امتصاص الكالسيوم من الكدني، وبالتالي بيزود الكالسيوم في الدم. مش كده وبس، ده بياخد الكالسيوم وبيرطبه كمان على الدم. في كام نظيره جديده كده قلناهم لفيتامين دي، وقلنا الكلام ده كله كلام جديد وحاسس بيعمل على فيتامين دي. كده انا فاضل لي حاجه اخيره اللي هي الديفيشنسي. لو نقص فيتامين دي ايه الاعراض اللي ممكن تبان على العيان؟ هتروح المحاضرة؟ هتروح المحاضرة؟ أنا نفسي مش رايح. هتروح برضه؟ أنا ما حضرتش اما لو شخص كبير وجاله نقص الفيتامين دي فبيجيله حاجه اسمها اوستيوماليشيا، يعني ليم في الغضروف عظم الكعب الخلاوي. الفكره في الاثنين واحد مع اختلاف الاعراض. ولو واحد ناس عنده فيتامين دي، السؤال هل هيحصل امتصاص للكالسيوم من السيستم؟ لا. طب والكالسيوم اللي نازل في اليوريا في حاجه هتعمله ليها ابسوربشن؟ إذا أنا ما امتصتش كالسيوم وحتى شوية الكالسيوم اللي موجودين عمالين بينزلوا فين؟ في اليون. يبقى المحصلة النهائية نسبة الكالسيوم في الدم بيحصل لها إيه؟ طيب لما الكالسيوم يقل مين الهرمون اللي بيخرج عشان يدفق الكالسيوم ويرفع نسبة اليون؟ غير الكالسيوم. الكالسيوم بيطلع لما الكالسيوم يكون عالية في الحين. ده الكالسيوم كويس؟ باراسورمون. مش الباراسورمون ده بيخرج لما الكالسيوم بيكون قليل علشان يعلي الكالسيوم في الدم. ففعلا الهرمون اللي بيخرج هو مين؟ هو الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون بيخرج علشان يظبط نسبة الكالسيوم في الدم. لقى الكالسيوم قليل عايز يعليه، يجيب الكالسيوم منين؟ من العظم. يحصل ايه في العظم؟ مش في كالسيوم، اصبح كالسيوم ضعيف او اصبح بون ضعيف. قال لك في حاجة مهمة كمان، في انزيم موجود في العظم اسمه الكالاين فوسفاتيز انزيم. قاعده بتقول اي مرض في العظم بيعادل الانزيم ده في الدم، لان العظم عمال بيتكسر فبيرمي اللي جواه. مين اللي جواه؟ الكالاين فوسفاتيز. ففي عندي انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز هيعلى في الدم، بيعلى ليه؟
مش بيعلى مع الريكتس بس والاستيميليشن بس. لو واحد جاله كسر الحلق عمل حادثه لو جبت قيسه او كان بالنسبه قدامها هتلاقيه عادي. ليه؟ ده موجود جوه خلايا العظم، وخلايا العظم لما تتاكل وتموت ترمي اللي جواها في الدم. مين اللي جواها؟ الكلاين فوسفاتيز. اي ديزيز في البول لازم يعلي معاه الكلاين فوسفاتيز في الدم. مش ده موضوع كالسيوم قل، خرج الباراثيرويد هرمون سحب الكالسيوم من العظم فبقى عظم لين. بص بقى يا سيدي، لو شخص قضط وشخص لين هو خلاص طول ووصل للطول بتاعه مش هيطول اكتر من كده. كل القصة ان انا بسحب الكالسيوم من العظم بتاعه. هل شكل العظم هيتغير في حاجة؟ طوله هيتغير؟ لا. كل القصة يبقى عظم ضعيف. يعني الشخص ده هيبقى لايبل فور فراكشر، يعني قابل للكسر اي خطة بتصاب، لان العظم بتاعه ماله بقى ضعيف. زي مين؟ زي الست اللي هي ريبيتد بريجنانسي اند لاكتيشن بتحمل كتير ومع الرضاعه. لان طبعا دلوقتي في حمل طفل محتاج كالسيوم عشان يكون العظم بتاعه. الطفل ياخد الكالسيوم منين؟ هيسحبه من الام. شكل الام لازم تشرب لبن كتير وتاخد كالسيوم كتير اثناء الحمل. فالاوستيوماليشيا بتحصل زي ما اتفقنا، نقص فيتامين دي مع نقص الكالسيوم، عظم ضعيف بيتكسر مع اي خطا. اما الريتكس بقى فده طفل صغير لسه في مرحلة النمو. العظم بتاعه مفيش فيه كالسيوم، يبقى عظم قوي ولا ضعيف؟ طيب انتوا خدتوا في الاستولوجي ان البول عشان بيتكون هو مش كالسيوم وبس، ده كالسيوم واستولوجين فايبرز وبروتين وماتريكس وشويه حاجات كده خدتوها تمام؟ هل الراجل ده او الشخص ده او الطفل اللي عنده نقص في البروتين؟ لا، هو كل اللي عنده نقص في مين؟ يعني العظم بتاعه هيطول ولا مش هيطول؟ هيطول بس من غير ما يتحط فيه كالسيوم بكميات كافيه. يعني عظم بيطول بس عظم ضعيف. طب العظمه لما تطول وفي ضغط عليه تطلع عدله كده ولا تطلع فيها تقوس؟ تقوس. هو ده اللي هيحصل. شوف بقى كل حته في جسم الطفل ده بتاخد التقوس بتاعها ازاي. بيقول لك اول حاجه لو الطفل ده كان بيسحب. لو طفل بيسحب يعني معنى كده انه ساند على دراعاته الاثنين صح؟ يقول لك عظمه الهيومرس ضغط على الشيست بتاعه، تضغط على الصدر من الناحيه دي وتضغط على الشيست من الناحيه دي. طب ايه رايك؟ المفروض ان الضلوع لما بتطلع بتطلع لبره صح؟ تيجي تطلع تلاقي مين ضغط عليها؟ العظمتين بتوع الدراع صح؟ يبقى الصدر لما يطلع، صدره لما يجي يكبر والعظم بتاعه يطلع هيطلع لبره ولا تلاقي غصب عنه بيطلع لقدام؟ مع الضغط صح؟ هتبص تلاقي صدره طالع لقدام مدبب كده، مين اللي صدره مدبب؟ صدر مين؟ حمامة. برافو عليك. مايك من جزء صدر الحمامة ده. لما الفريد برضه ده عشان الحمامة اللي طالع لقدام كده ده اللي هو المايك من جزء ده صدر الحمامة مدبب مش بتسألوا يعني مش كده وبس. روح مستشفى الأطفال عندنا حاجات اللي كانت سيدات في العميق. بص هناك على الطفل واكشف صدره كده هتبص تلاقي في حبوب عامله زي حبوب السبحه خلاص كده تحت الجلد تلاته صابع ومرصوص كده تحت بعض. ده ايه بقى؟ واساسا بيسموه في سر العين روتاري بيت، يعني حبوب سبحه، حبات زي حبات السبحه. طب دي جت منين؟ بما انكم اساتذه اناتو ولا واصف من حاجه زي كده. ادي الاسترنا والاسترنم بيكون خارج منها الضلوع كده الريبس صح؟ أول جزء في الضلع بيكون إيه؟ كوستا القاتل. دي أول حتة. وبعد كده بقيت الضلع يكون خارج مكمل. زي ما خدتوا برضه في الأناتومي إن المفروض الكوستا القاتل ده هو اللي بعد كده بيكبر وبيديني البول. هو ده اللي بيطول العظم مش ده؟ عظم خلاص صرت على كده. ده عمال يدي بول وبيطول في الضلع بعد كده. طب دلوقتي لما يبقى الطفل ده عظمة الهيومرس بتاعته من الناحية دي كده ركد عليها قشطه وضغط على صدره قافلة على الشيست من الناحية دي وهو بيسحب بيضغط على صدره يجي العظم عايز يطول يلاقي مين ضغط عليه؟ الهيومرس صح؟ فتلاقي البول اللي عمال يتحط هنا كده ومش عارف يمشي فيبدأ يكنكع في المنطقة دي كده مكان اتصال الكوستال كارتريج ببقيه البول بتاع الضلع. تبص تلاقي كده في بيتز كده حبوب كده عامله زي حبات السبحه مرصوصه في صدر الطفل ده بيسموها روزري بيتز، يعني حبوب سبحه موجوده في صدر الطفل.
طب ده بالنسبة لصدر العيان. الطفل ده لو مش كان بيسحب بقى، لو كان بيمشي، ايه رأيكم؟ رجليه هيحصل فيها تقوس، جسمه كله ضغط على رجليه، بس التقوس ده هيتوقف على حسب مشية الطفل. لو هو طفل بجناس كده وبيمشي ضغط من رجليه، غير لو هو طفل ماشي وتجاي يمين وشمال كده، هتفرق في ايه بقى؟ لو هو ماشي فتح رجليه والسنتر بتاع جسمه ضغط عليه كده مع المشية، هتبص تلاقي الضغطة ضغطت كده، هيحصل ايه في رجله؟ هنبتدي بس فين؟ لجوه ولا لبره؟ لا لجوه. بص تلاقي رجليه اتكلت كده، يعني هتبص تلاقي الطفل رجله بقت عاملة كده. العكس بقى، لو هو بيمشي بقى ضرب رجليه، اما لو الطفل ده بيمشي ضرب رجليه، فهتيجي تبص تلاقي جسمه ضغط على السنتر بتاعه، بعد فتره ايه اللي يحصل في رجله؟ السنتر خالص بس فين؟ لبره. برافو عليك، هتلاقي العيل دي عامله كده. ده اسمه نوك ني. ني اللي هو مفصل الركب، ركب منزوح، نوك ني، ركبه مقفله على بعضها. اما الشكل ده بيسموه باو ليج، يعني رجلين مفتوحه كده بعيده عن بعضها. لو التقوس اللي بيحصل في رجل الطفل يا اما يكون نوكني يا اما يكون مولي. ادي الشكلين اللي في الرقبه. دي الرقبه مش كده ده مولي، اما ده نوكني. الطفل ده كمان فاضل ايه؟ ما قلناش فيه بوز عنده. اه البلبس بتاعه، الحب بتاعه بيفوز. ليه البلبس بيفوز؟ لان هو ماشي عظمه الهب كده بتاعت رجليه هنا فيمر وتحت ضغطه على عظم الحب بتاعه، صح؟ ضغطه يمين وضغطه شمال. ايه اللي يحصل في البلبس بتاعه؟ هيقفل على بعض، يبقى كونتراكتد بلبس. الحب بتاع الشخص ده بيبقى حب ضيق، كونتراكتد بلبس. ايه تاني؟ يقول لك السكال بتاعته، الجمجمه بتاعته، العظم بتاعها ضعيف ومفتوح بعيد عن بعضه كده، مفيش فيه كالسيوم. يقول لك دماغ العيل ده بتكون عامله كبيره كده ومفرشحه، عامله زي الصندوق، بيقولوا عليها بوكسي سكال، زي الصندوق. بس دي حاجه الوحيده انا ما شفتهاش في عيال الرجس، انا كلهم بيوقفوا عليا يعني مفرشحه ولا حاجه، ماشي؟ بس هم قالوا لك بيكون دماغه بوكسي سكال. كمان في حاجه موجوده في دماغ الطفل، ديليه كلوزر اوف فونتانيل، يعني الفونتانيل بتاعته بيحصل لها ريل كلوزر، بتقفل متحرك. ايه الفونتانيل ده؟ سؤال جميل. ايه الفونتانيل؟ الطفل الصغير اول ما بيتولد بتلاقي عنده حته طريه كده في مقدمه راسه من قدام. اوكي. اه كنت العبوا فيها على فكره. بس خلي بالكم عشان دي من برين، فانا شايف. لا. يعني انت لو تركبها مش هتوصل للبرين. يعني بيهتموا انها تقفل. بيقفل بعد كده البول ده. البول ده بيقفل بمول تقريبا بعد سنه او سنه ونص حاجه زي كده، مش فاكر الادوي. المهم ان الطفل ده بيحصل له ديلي كلوجر اوف فونتانيل، مفيش عنده كالسيوم، فاكيد الممبرين ده على ما يقفل بعض هيحتاج وقت اطول. ده الطفل اللي عنده ريجلز، العظم بتاعه كله زي ما انتم شايفين كده اتكسح، عشان كده اسمه ريجلز يعني اتساع. الطفل ده بقى لما اجي اديله علاج اديله ايه؟ اديله علاج ايه بقى؟ تدمر فيتامين دي. برافو عليك. اللي هو الكولي كالسيفيرول، اللي هو فيتامين دي 3، صح؟ بيستجيب له. افترض ان انا اديت للعيان بتاع الكساح ده كولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3 وما خفش، تفكر في ايه؟ هدي له كالسيوم وما خفش. البروتين. هدي له بروتين. ايوه نشوف الكالسيوم. فيتامين دي 3
يديله فيتامين دي 2. ايوه هو ايه بقى لما خد الايه نفس الفكره هو بيتاثر فين؟ الليفر. الليفر والكلى. مش احنا قلنا بدل العيان كولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3 بيروح ياخد اوتش عند الليفر في الكربونه 25 وبعد كده بيروح عند الكبد ياخد اوتش عند الكربونه 1 عشان يبقى اسمه ايه؟ كالسيترايون. لو العيان ده عنده رينال ديزيز لو الكبد بتاعت الطفل ده بايظه ساعتها هديله انا كولي كالسيفيرول فيروح عند الكبد عشان ياخد الاوتش ويحصل له اكتيفيشن. هيعرف ولا مش هيعرف؟ فما تاكتفش عنده فيتامين دي. المرض ده بيسموه رينال اوستيو ديستروفي. اوستيو ديستروفي يعني مشكله في العظم حصلت نتيجه نقص فيتامين دي، بس المشكله فيها مين؟ الكبد. عشان كده اسمه رينال. رينال اوستيو ديستروفي. علاج العيان ده ايه؟ دوله اكتف. اديله مين؟ كالسيترايون. صح؟ السؤال انت هتساله لي، طب ليه كل العيانين ما بدهمش كالسيترايون في البدايه؟ ليه ادي له كل كالسيفيرول ولما ما يستجبش اروح مدي له الكالسيترايون؟ اتوقع ليه؟ لا ممكن يبقى انا اديته بكميه اكتر من اللازمه عشان الكالسيوم غالي. يا سلام. لا اكيد بس نفتكر هو ده لو كان في مكان عشان كده بتاعته في البايت. انما الكالسيوم ترايول ده اخر مره سالت عليه شفته فيها كان من 3 سنين كان ب 225. طبعا وقت طويل ازاي عضمه بعد العمل كده يعمل كده؟ ما هو ممكن دي وممكن دي على حسب هو بيمشي ازاي. لا لا ازاي عضمه بعد ما يعمل كده يتهيأ؟ انا هقول لو ادينا له كالسيوم ازاي؟ ما فيش حاجه بتعدي بسرعه ملحوظه قوي يعني حاجه بسيطه. فاحنا بندي العيان كالسيترايول ساعتها اكتف، بس زي ما اتفقنا ما بنديهوش الكالسيترايول ده شبيع عشان هو فعلا فاينانشال هو ايه مكلف غالي اغلى بكتير من كل الكالسيترايول. طيب برضه ايه رايكم مين العيان اللي هو ات هاي ريسك؟ يعني مين العيان اللي هو اكتر اللي بيجي له نقص فيتامين دي؟ مين الشخص ده؟ اللي عنده رينال فيلير. ليفر ديزيز. وما بياكلش كالسيوم. بياكلش كالسيوم. العين اللي ما بيتعرضش للشمس. صح؟ بكده مش عايز اقول لك. قال لك لو عيان كبرت بروتكت السكن. السكن على طول متغطي. الناس اللي كوا عندهم ساعة وبرد زي عندنا كده بقى طول السنة ما بيشوفوش الشمس. لا عندهم على طول نقص فيتامين دي لانهم ما بيشوفوش الشمس اصلا. ماشي؟ على طول السكن عندهم كفر بروتكتد. العكس بقى الناس اللي عندهم شمس بس شمس جامده قوي، الناس السود دارك سكن جلد الاسود الميلانين بيمنع الشمس. ماشي؟ وعشان كده هو اصلا دارك سكن عنده كتير عشان خاطر في المنظر الفلاني يمنع ايه عرض الشمس العالي. فالدارك سكن بيخلي الشخص ده عرضه اكتر ان هو يدخل في فيتامين دي ديفيشن لانه بيحجب الالترافايلت ريز عن كل كالسيوم. لو جلد تعبان بقى جلد ضعيف في الانذار في العواجيز بعد ما بيعجز كل حاجه فيه بتتعب. تمام؟ فالانذار لي او تقدم السن والشيخوخه برضه والاسكاس رقم واحد عندكم مكتوب اكسكلوسيفلي بريست فيدنج. يعني ايه؟ يعني الطفل اللي بيعتمد على الرضاعه فقط. لان احنا اول ما بدات الكلام قلت الملك غني بفيتامين دي ولا بور في فيتامين دي؟ بور. صح؟ عشان كده الطفل ياخد اربع شهور يبدا يطلب اكل من بره او ياخد فيتامين دي من بره. الطفل اللي بيعتمد على الرضاعه فقط ما ياخدش فيتامين دي ده هو اكتر من يديله فيتامين دي ديفيشنسي. لان زي ما اتفقنا لما يكون فقير بفيتامين دي. كمان الناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء، مش الامعاء دي هي اللي مسؤوله عن امتصاص فيتامين دي اللي انت خدته في الاكل وهي اللي مسؤوله عن امتصاص الكالسيوم. طب لو واحد عنده مشكله في الامعاء عنده مرض ابزوربشن سندروم، يعني مرض بيكون فيه الامعاء بايظه ما بتمتصش، هيمتص فيتامين دي؟ لا. واحد ثاني عنده زي ما مكتوب عندك كلمه انفلاماتوري باول ديزيز. باول يعني الامعاء، انفلاماتوري يعني التهاب انفلاميشن.
في مجموعة من الأمراض هنأخذها في الفترة بالتفصيل القولون بقى نهري فيها التهابات انفلاميشن لدرجة الوقود للالتهاب بين القرح وتلاقي فيه البراز نازل فيه دم. دي الأمراض العنيفة أو الالتهابات الشديدة اللي في القولون دي بيقولوا عليها انفلاماتوري بول ديزيز. لما في التهاب شديد في القولون بالمنظر اللي أنا بحكيه ده أتوقع إن عملية الامتصاص هتكون كويسة ولا مش كويسة؟ كويسة. وبالتالي مش هيحصل امتصاص لغاية من دي ولا في كمان امتصاص للكلام. أهم حاجة عايزين نقولها لو واحد بقى العكس عنده هايبر فيتامينوزيس دي عنده فيتامين دي بكميات كبيرة يبقى بيسهل امتصاص الكالسيوم يكون بكميات كبيرة الكالسيوم هيدخل في الدم يتوصل في الأوعية الدموية ككالسيوم. لما يتوصل في البوم بيخليه صلب طب لما يتوصل في البلاد فيزل هيخليه برضه ناشف صلب يعمل ايه في الضغط يرفعه ولا يقلله؟ يرفعه يعمل هايبر تنشن. كمان الكالسيوم لما يزيد يترسب في السوفت تيشو يترسب في الكدني ويعمل حصوات. الكالسيوم لما يزيد يترسب في الجهاز الهضمي ويعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي بصوره نوزيا اللي هو غثيان او عايز يرجع عمود الكلى وهو الاتجاه التركيز. يبقى الكالسيوم لما يزيد يترسب في الكلى ويعمل حصوات يترسب في الجهاز الهضمي ويعمل الكلى يترسب كمان في الدرج اللي يعمل هايبر تنشن يعني يرفع الضغط. دلوقتي يوم الاربعاء زي ما اتفقنا هيبقى عندنا معادلة اثنين الناس كلها تحضر فيها عشان تاخد وقت التجميعات المهم. انا اتفقنا على معادلة الاربعاء فاضي خالص المجموعه بتاعه الصبح هتبقى صاحبه المعادلة المختاره في الكويت عشان مش هينفع 7:30 الصبح لان الورقه اللي هجيبه على الساعه 9 هتكون المكتبه فاتحه فمش هينفع بعد 7:30 فالناس اتفقوا على معادلة 9 و1. يوم ايه بقى؟ محدش يجي عندي سكشن سيب السكشن بلا سكشن بلا بتاع مش وقت سكاشن كفايه اللي انتوا فيه اقعدوا جنبي. فاحنا عندنا معادلة 9 و1 زي ما اتفقنا كده. لو الدكتور عاطف دخل